يا ميت اهلا وسهلا بسلمى خانم. بهالعمى وبهالعين، ان شاء الله الهي بيسلموا هالديات، يسلموا هالايدين الهي. اهلا وسهلا. بهالعين حبيبة قلبي، انا مقصرة معي، بس انتوا رحتوا طلعتوا من الحارة وسكنتوا بمكان بعيد، صار مشوار لعندكم، لكن من واجبي انه اجي بارك لك بهالبيت الحلو وبارك لك بالكليب تبع بناتك الله يسلمهم. يا الله قديشو حلو. عن جد عجبك؟ ايش هو عجبني؟ بياخذ العقل يا عيني. بس احذري شو كنت اقول لحالي، يا ترى هدول بنات ام زينه ولا مو بنات ام زينه، هدول بنات ام زينه ولا مو بنات ام زينه. بعدين لما تاكدت قلت يا عيني عليهم، يا عيني شو شاطرين البنات، الله يخلي لك اياهم يا حال. انت كلك ذوق ما بتقصري. ايش ما بقصر ولا مقصره معك يا اختي؟ هاي صار مناسبتين وما جيت باركت لك، خجلاني خجلاني كثير كثير منك. صار مناسبه ثالثه وانت ما دريتي فيها؟ يو صار مناسبة ثالثة وأنا مالي دريانة؟ إيه أريضة تقرضني شحوبة؟ والله ما أني عم تابع أخبارك أول بأول. هي تادا صارت من يومين. أوعي تقليلي إنه زينة اشترت صالون حلاقة لحالة. كان قمر نجحت وأخذت شهادة كمان مو هي. لكان حلقة أوعي تقليلي عليها إنه صارت بالتوفل بالإنجليزي. أصبح فاتن العوة للسنة الثانية، قصدي رفعوها للسنة الثانية. إيه بعد يحم ما بيجي هالإنسان ليتوه بيغلط. لا هي ولا هي، أمر جوزناها أمانة. إيه إن شاء الله إلهي ألف ألف مبروك يا حق. والله يا أختي أنا خجلانة منك لأنه ما إجيت أوان باركت لك، تأخرت مو عاد يحمى. كتير واضح الخجل عليكي، ما خليتي ولا قطعة بالصحن. حلوش حلا لك، حلا بشو صافنا لك هبلا حلا؟ والله ما بعرف يا فاتن، عن جد زعلانة كتير على غيابها لقمر، يعني كان ضروري البابا يجوزها لبرا. طب هو شو دخله؟ بعدين هذا نصيبه واجا. هي أول شغلة. تاني شغلة حبيبتي، يعني بابا كتير ظريف وحباب وما غصب على شي. ايه بس ما اختلفنا، معقولة بتضل اختنا، اكيد رح نشتقلها. ايه الله يوفقها ويسعدها. بعدين بكره لا تنسي، بكره بتصير تنزل لعنا زيارات وكذا وتجبلنا هدايا. لك ايه بس والله الغربة صعبة. هلا خلصيني حاش نقي مثل البومة بلا ما يجي نصيبك انتي على جزر القمر. عم تسأليني على ميادة؟ ايه اجت لعندي مرتين ثلاثة ودقت الباب وما رديت عليها. ما بدي رد يا اختي، قلت لحالي ازبلها، لانه اذا بدي رد عليها بيقولوا مستواي من مستواها، وانتي بتعرفي انه انا مستواي هاي، مو هيك حنان؟ حنان حنان، شبه شو صاير لك؟ أم كنا حاملة هموم الدنيا كلها على راسك؟ ساكنة ببيت سياح نياح، لازم تكوني مبسوطة يا أختي. والله يا سلمى خانم البيت حلو وأنا مبسوطة فيه، بس الجيرة مو زيادة. شلون يعني؟ والله يا ست سلمى ساكنة قدامنا رقاصة وحاسة إني جوزي حاط عينه عليها. يا لطيف شو هالحكي ها؟ تعي لقلك أحكي لي القصة من دودو للسلام عليك. ألو؟ ألو قمر تقبريني إن شاء الله، كيفك روحي؟ أنا كتير منيحة ومشتاقة لك كتير كتير كتير، أنت طمنيني عنك شو أخبارك؟ بالله شلون هو عم يعاملك دخلك؟ حاط لك لفايات حلو. إحنا هون كتير مشتاقين لك كتير، كلياتهم بيسلموا عليك كتير كتير. والله برافو ليكي، استعجليننا ها؟ بدنا بيبي، بدي صير خالي أنا لأنه تقبري قلبي. يعني حبيبتي حنان، أنت حاسة هيك ولا ملاحظة على جوزك أنه ما عاد غار عليكي ودايما باله مشغول؟ بسيطة ولا يهمك، أنا رح أقلك شو رح تعملي. هاتي لشوف، قلي لي شو أعمل. شوفي عيني، بكرة عيد الحب، بتفيقي الصباح بتعملي له فنجان قهوه، بتقلي له ابن عمي حبيبي امبارح انا شفتك بنومي انه جايب لي خاتم سوليتير، يا حزرك شو تفسيره هالمنام؟ وبتتركي اذا جاب لك خاتم سوليتير معناته بحبك. هيك قلتك؟ حبيبي قوم حضرت لك القهوه عشان ما تاخر على شغلك. يلا قوم. ايه ايه هلا جاي جاي. يلا حبيبي. اي حياتي، مو اليوم عيد الحب؟ يوم عيد الحب نسيان انا والله. يلا شو بتنسى انت؟ بمناسبة عيد الحب انا حلمت حلم انك انت جايب لي خاتم الماس كتير 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 حلو وكتير كتير كتير بيلبق لي، شو تفسير هالحلم؟
جايب لك خاتم ألماس وكتير حلو وكتير بالبالك بعيد الحب. شو تفسيره هالحلم؟ شو تفسيره هالحلم؟ أنا المسها بخبرك شو تفسيره. بس ادعي لي أنت. يلا الله يوفقك. الله معك. طالعين؟ ايه ماما طالعين. بدك شي؟ سلامتكم. يلا باي باي امي. يلا دعي لنا حبيبتي. يا رب الله يبعد عنكم الاولاد الحرام يا رب. الو يسعد مساكي، كيفك؟ الحمد لله. ايه والله عملت مثل ما قلتي لي وحكيت له الحلم وسالته شو تفسيره، قال لي مسد. قال لك شو تفسيره؟ حمل حاله وراح على الشغل، وهلا انا قاعده عم استنى لشوف المسد يجيب لي معه الخاتم. وشو ما صار معي بحاكي كيف خبرك. اكيد ماشي ماشي. الله معك الله معك. أهلاً حبيبي. ليش نايمة هون؟ عم استناك على العشاء. أكلت لأمي بالمعمل. صحيح بمناسبة عيد الحب حبيت جيب لك شغلة صغيرة. إن شاء الله بتسلم لي. شلماح مزوي. هذا كتاب لتفسير الأحلام. ألو كيفك سلمى؟ بتعرفي شو عمل هالمنظوم؟ بدل ما يجيب لي هدية يفرح لي قلبي جاب لي كتاب تفسير الأحلام. إيه تعي لعندي بكرة. أدي لفهمك، في رجال يا حبيبة قلبي بتكون عندهم سرعة البديعة ضعيفة، أو هو ما فهم شو قصدي، يا أما أنتي ما فهمتي المنام بشكل صحيح. والله اشتغلت مثل ما قلتي لي بالضبط. ولا يهمك ولا يهمك، في عندي طريقة تانية. شو هي؟ في نوع من الرجال بيحبوا الاهتمام، يعني المرأة إذا اهتمت فيهم بيهتموا فيها، وإذا ما اهتمت فيهم ما بيهتموا فيها. لنشوف جوزك من أنه نوع، إذا كان من النوع بنلاقي له طريقة. كيف؟ كيف؟ أنا بدي إياكي تهتمي فيه زيادة على اللزوم، إذا اهتم فيكي بيكون بيحبك، وإذا ما اهتم فيكي بيكون شكك مطرحه. شلون بدي اهتم فيه زيادة؟ بدي اسالك، انت لما بيجي من الشغل تعبان ما بتعملي له مساج؟ انا بدي مين يعمل لي مساج؟ يا على عيونك، اسمعي مني، هاليومين بس يرجع من شغله اسالي ديلو ابن عمي تعبان بدك اعمل لك مساج مشان ترتاح. بصراحه انا سمعتها من جارتنا ام فتحي وام اسعد. جارتنا ام فتحي بس يجي جوزها من الشغل دغري بتشطف له الارض الديار، بتحط له هالارجيله وهالصحن الفواكه والاكلات الطيبه، وبعدين بتقول له ابن عمي جاي تعبان اعمل لك مساج، بتقوم بتعمل له مساج وتريحه. ونفس الشيء الثانيه بتعمل مع جوزها. ليش انت ما تعملي مع جوزك هيك؟ شو ناقصك دخلي؟ هلا ام اسعد وام فتحي هيك كانوا يعملوا؟ والله فكره. حبيبي؟ اي حبيبي. شو رايك اعمل لك مساج مشان ترتاح؟ والله انا اليوم تعبان كثير، اذا بتعملي لي مساج بكون كثر خيري. يلا. اي 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 على مهلك على مهلك. شباب كانك مانك مرتاح مع انه ابو فتحي وابو اسعد وقت يعملوا مساج بيرتاحوا. شو؟ ابو فتحي وابو اسعد بس يعملوا مساج بيرتاحوا؟ وشو عرفك بالقصه هاي؟ روحي انت. دخيلك مشان الله، الله يعوفك يا سلمى. شو بكي ماما؟ شوفي قولي لي شوفي. الله يوفقك يا سلمى. ماما هي سلمى مو جارتنا القديمة؟ شبها لك احكي لنا نطفتي لنا قلبنا. تعالوا نقعد هنيك احكي لكم. تعي تعي تقبليني تعي. معقولة عم تخوني حياتي بعد 30 سنة؟ مو معقولة.
بس شو عرفها انه ابو اسعد وابو فتحي بيرتاحوا على المساج؟ معقوله بس لانه سمعاني من جاراتها شو بيحكوا؟ يمكن لانه لا بتطلع ولا بتفوت. معقوله بغيابي هن عم يجوا لعندها؟ اي مو معقوله. استغفر الله العلي العظيم، ان بعض الشك اثم. اي لك شو هذا اللي شك فيني؟ دفوس حطيته هون. لا نستر الله، كان ابوكم طلقني لانه شك فيني. لا مو معقوله، هي سلمى بنوب، كيف بدي اقول لك تعملي هيك شيء؟ لك طولي بالك يا حلا، بركي مخلوقه قصدها تساعدها بس هذا اللي طلع معاها. اي بعت لها حمى شو عقربه، هي قصدها تخرب لها بيتها مو تساعدها. والله ماني عارفانه اذا بتخرب لي بيتي ولا بتساعدني. هلا المهم بابا رايق ولا نروح نروقه؟ هلا الحمد لله راق، بعد ما حلفت له انه بحياتي ما شفت لا ابو اسعد ولا ابو فتحي ولا بحياتي عرفتهم. ماما يعني هلا انت بدك تعرفي اذا بابا لساته بيحبك ولا لا؟ بس هي اللي بدي اياها. بسيطه، انا عندي فكره. شو هي؟ انت ماما حاولي اليوم تختفي عن الانظار، اذا دور عليكي وزعل عليكي معناها بحبك، اذا لا هي ولا هي معناها عوضك على الله. لك شو هالحكي؟ اكيد لساته بيحبها. انت ذكائك من وين بتجيبي؟ من ألفة خانه. خلص ماما، فكرة زينة كتير ظريفة وما بتعمل لك مشاكل. انت تخبي ونحن منساعدك ومنشوف اذا بابا بيحبك لما لا. بس وين بدي اتخبى؟ عندي ماما، انا بقلك وين. غريبة وينها؟ وينها؟ صباح الخير بابا. صباح الخيرات بابا. امك وينها؟ بابا ما بعرف، شوفها بشي غرفة ما بعرف. دورت البيت كله ما لقيتها. يي غريبة، وين بدها تكون راحة؟ طب يلا انا رح روح شوفها بالحمام. وانا بدي اشوفها بلكي فايشة على وش المي بالمسبح. روحي روحي. ماما يا ماما. ماما لا حس ولا خبر يا علينا. طيب بابا ما بدك تبلغ الشرطة؟ هيك دغري بدي بلغ الشرطة. طولوا بالكم لشوفها، بلكي رايحة شي مشوار. انت روحي اتصلي ببيت جدك بلكي، ولا لك تعالي لك تعالي لك، ما لها شغل لهم بالهم، لأنه هي بالعادة إذا راحت لعندهم بتحكي معي قبل. يبعت لي حمى يا بابا، شو الحل هلا؟ ليكون في عصابة خطفوها وقتين عم يقطعوا فيها هلا وبدهم فدية كبيرة. خلص اسكتي اسكتي، فال الله ولا فادي. يلا معناتها بابا رح نتركك تفكر وين بدها تكون راحت، ونحن رح نروح نفكر وين بدها تكون. مبين عليه كثير زعلان ومهموم، ما هي؟ بعينته بحبها للماما. الو كيفك؟ بدي اشوفك ضروري. ايه ايه
أستا نورسا ما بين شي. أخ عيوني يا ريتني ما شفت. شوفي أمي آدم يحكي على التليفون ويضحك. بكي شو عم تحكي أنت؟ استني شوي. إيه والله لك قاعدة بحكي على التليفون ولا همه. دخيل عيونك أنا. ماشي يلا. لك شفتوا اللي أنا شفته؟ لك حمل حاله وطلع لفوق كأنه ولا همه. لك طولوا بالكم يا بنات، طولوا بالكم ونشوفوا شو رح يعمل. على عيونه ريحة البرفيوم تبعه لوين واصلة؟ والله شكله ما صدق انت تحرض ماما لحتى هيك يروح على حل شعره. لك ايش هالحكي انت الثانية كمان؟ اجوا أول مرة ببخ برفان وبيحكي تليفون وبيطلع. طولوا بالكم يا بنات ولا بس يوقع الجمل بيكتروا دباحينه. حاجة عليك. عجبك؟ حياتي تفضلي. انت تقبرني. احكي لقلبك شو بحبك، انا بموت فيك. حياتي انت تقبرني. الله منو هاي استاذ؟ مين هاي بابا؟ بابا امكم من 30 سنة بس كون مع وحدة بتنطلي. ايه ما لقيت غير هالطريقة لحتى اعرف وينها.